جزائريين على منصة التتويج، وهنا رمي الكرة الحديدية الفئات F32-33. ما شاء الله ما شاء الله على الجزائر، ما شاء الله على أبطال الجزائر، ثلاثة أبطال في هذه الفئات و F32-33 على مستوى الرمي. طبعا الرياضيين من الأشخاص المصابين بالشلل الأدمي. فئة 32-33 الكرة الحديدية وزنها 2 كيلوغرام على مستوى فئة 32 و 3 كيلوغرام على مستوى فئة 33. لكم التحية، لكم التقدير. أولا نبدأ مع منير بكري من الجزائر صاحب الميدالية البرونزية. ومنير بكري 34 سنة عمره، فئة F32 ما شاء الله عليه، مواليد 77. له كل التحية، كل التقدير، كل الاحترام على هذا الإنجاز وعلى هذا المستوى. رمى 9.49 سنتيمتر، حصد 929 نقطة. والله فخر واعتزاز. لكم المحبة، لكم الاحترام، لكم التقدير. لقد رفعتم الرأس عاليا، رأس الجزائريين، رأس العرب في هذه المنافسات وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير. كريم بيتينا من الجزائر صاحب الميدالية الفضية و 34 سنة عمره ما شاء الله، مواليد عام 1978، يفوز بالميدالية الفضية. أفضل محاولاته كانت 10.37 سنتيمتر وحصد 976 نقطة. مرحبا بالأبطال العرب الجزائريين. إذن كمال كاردينا من الجزائر، يا سلام عليه، يا سلام على كمال البطل الجزائري المغوار، 31 سنة عمره، فئة F33، مواليد 81. الله عليك يا كمال على هذا المستوى وعلى هذا الإنجاز. ورقم أولمبي جديد سجله كمال 12.14 سنتيمتر، حصد 997 نقطة. والله فخر، والله اعتزاز أن يكون الثلاثي من الجزائر على منصة التتويج في هذه الفئة، فئة F32-33 على مستوى رمي الكرة الحديدية. الآن مع النشيد الوطني للجزائر، جزائر الثورة، جزائر الأحرار، نستمع معا. تابعنا بكل الفخر والاعتزاز، بكل المحبة، بكل الأمل، بكل الوفاء، بالإخلاص، النشيد الوطني الجزائري والتتويج بثلاثة أبطال على منصة التتويج لمسابقة رمي الكرة الحديدية للرجال فئة F32-33. على فكرة في هذه الفئة كان هناك يوسف الوادلي من المغرب يحتل المركز الخامس، وكان هناك محمد ناصر من الكويت يحتل المركز السادس، وكان هناك أحمد الحسيني من الإمارات يحتل المركز السابع في الترتيب العام، وكان هناك أيضا هاني
النخلي من السعودية المركز التاسع.